منذ أكثر من شهرين اعتادت محافظة سويداء جنوبي سوريا على خروج مظاهرات تميزت منذ انطلاقها بالعشرين من آب أغسطس الماضي بحملها الطابع السلمي والتأكيد على المطالب ذاتها التي صدرها رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتحقيق الانتقال السياسي. العشرات بدأوا بالتجمع في ساحة الكرامة وسط مدينة سويداء للتأكيد على ضرورة رحيل الأسد وإسقاط الحكومة وتطبيق القرار الأممي 2254 لإنهاء الأزمة الممتدة منذ أكثر من 12 عاماً والإفراج عن المعتقلين بسجون الحكومة وفق ما أكدت مراسلة اليوم في سويداء. وبالتزامن شهدت كل من القرية وشهبة وريمة حازم وأم الرمان والغارية وعتيل بريف السويداء مظاهرات مسائية للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي وتحقيق المطالب المشروعة. يأتي هذا في حين وجه ناشطون من بلدات الرحى والكفر جنوبي سويداء دعوات للمشاركة في مظاهرة مسائية اليوم الأربعاء، في حين دعا ناشطون آخرون من قرية الثعلة لمظاهرة حاشدة الأسبوع المقبل للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال الديمقراطي. ويلاحظ في احتجاجات سويداء تصاعدا في نسب المشاركة الفاعلة من شرائح وفئات المجتمع كافة سيما من النساء، يؤكد المتظاهرون خلالها مضيهم في حراك سلمي هو السبيل لتحقيق المطالب بحياة كريمة.